هو الآن الرجال هاي هم تكون يكون ينبه عليها الكثير الكثير. الرجال في شارع الرسول عند أمير المؤمنين هو وزوجته وهي مرتب، ليش هذا شنو ليش؟ أو بنته على أحسن كذا هم معه. الغيرة ذهبت إلى الدين، دين سخليه على جانب، لكن الغيرة هم ذهبت تبين. هذه هم مسألة لابد أنتم أعرف كيف تبينوها وكيف تحثون الرجال على حجاب عوائلهم، وهكذا حث النساء على ذلك. هذه هم قضية مهمة وطبيعي، هاي مسؤولية، مسؤولية أنا كزوج كأب مسؤول عن حجاب زوجتي وبنتي. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وهم ويفعلون ما يؤمرون. تبين إذن الآية تأكد قوا أنفسكم وأهليكم، يعني أنا مسؤول عن زوجتي وعن بنتي، مو أنه أتركها هكذا. هذه قضية مهمة.